السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أشوف لو أنا عندي الداينامو، عايز أرسم مثلا سيركل، بمعلومات السنتر بوينت والريديس. هو تقول افترض إن الريديس واحد والسنتر بوينت افترضها 0 0 0. طيب لو أنا هنا جيت وقلت له أنا عايز أرسم عايز أستخدم البايثون، بايثون سكريبت، وخدت السيركل دي حطيتها في الانبوت، فاجي هنا هقول له اعمل له متغير اسمه سيركل، ده اسمه ممكن تكتب اي حاجة، بتساوي انبوت زيرو. يعني المتغير دوت ياخد اي معلومة موجودة في الانبوت زيرو. اقول له هنا الاكس هتساوي سيركل دوت، واقول له مثلا هات لي معلومة الراديوس. وبعد كده خلاص انا خدت الاكس دي وحطيت السيركل راديوس. وممكن اقول له بقى هنا انا عايز الاوتبوت هتساوي سلسلة نصية فاضية، أقول له هنا الأوتبوت. طيب وأقول له بقى أنا عايز تضيف لي على الأوتبوت دوت أبند، يعني عايز أضيف إكس. يبقى هو هيعمل إيه؟ هياخد الاكس قيمه الاكس ديت ويضيفها للاوتبوت وبعد كده يعرضها. اقول له ران وهاجي هنا الاقي الليست دي ما فيهاش غير رقم واحد بس. تمام. طيب ممكن اقول له بقى بعد كده بدل الاوتبوت ابند اكس نخليها لو في شرط حق اف اكس بتساوي واحد واحد نقطتين، وبعد كده سطر بعد كده احط مسافة. طب رن بيساوي واحد. طب لو خلينا الاكس دي الشرط بتاعها انها ما تكونش بيساوي تلاتة، ما فيش حاجة، ما ضافش حاجة. طيب في بعد كده ممكن ان انا احط شرط كمان، يعني اقول له اند معناها يعني ايه؟ يعني ما تحققش الحاجه ديت غير لو الشرطين اتحققوا. يعني هقول له هنا اند واقول له مثلا ان نعرف متغير مثلا اسمه واي، مثلا على سبيل المثال واي بتساوي 10. اقول له وشرط كمان ان واي بتساوي 10، واي بتساوي 10. اقول له رن. لو شرط اتحقق هيتعمل. طب لو في شرط فيهم ما اتحققش خلاص ما يتعملش. خمسة هتبقى فاضي. طيب ال اند يبقى لازم الشرطين كلهم شرطين صح. طب اور يبقى كفايه شرط واحد فيهم صح عشان النتيجه تطلع ترو. تمام. يعني ممكن نسمي دي اصلا كلمة ترو. اور يبقى الاثنين اتحققوا او واحدة بس حققت، ده كافي ان هو يظهر لي كلمة ترو لو واحدة بس حققت اور، دي او دي. انما اند لازم كله.